الرعب أفر بقول يا سديتن إذن في الميليتري جيتو بيكمل الرجال الدفامة إحنا على الغلط شخصيا إن ما أنت إثيوبيا أي صوماليا تقال كسو قادك absolutely 100% مقهب ما لها أود أس ما أنت إثيوبيا أنت تقال كسو قاد وأحيا بها اللي قولي يا بني هيو إنه نكون هرطوا علي هيو حق تصيص السجلة دمع كياني أو دمع عيدو حتى ما يفكوا عرالي إن السجلة صوير ري يا أبو ري وحنو دماتا هون يسكا فكا هدك دعي أي لقبان دمعان دمعان ودمع وأبي بدي أي إلتريا كقاياتي مركو دونان واي وسيري صوماليا ضدك هذا أرملا حق الصومالي دي حقية صوماليا دول غرادي هدديب إيتوبيا حتى أي كلب أولو بل ضدك هذا نوندين أحب مران ديغان كصومالي دي يدولك صومالي دي إيتوبيا كمدا صومالي دي أي وحلق يبسن لها ينوي كقويا إيتوبيا نهدي ما تردن كقيليان إيتوبيا بانها لغم أقولو waxaan lagu seen maayo hukumka ay haystaan nimkan Itoobiya jooga un baakeen odayaal iyo aaqil iyo aqoonyahan iyo cid kasto joogtada inta la garaaco guri la galo yaa la dhigi hadal oo sidan iyo sidan iyo sidan bin waa u duceynayna ilaahay inuu ka saaro dhibaatada iyo rafaadka ay ku jiraan boqolka sano oo Itoobiya ku jiraan dibka iyo rafaadka haysta waa uga duceynayna assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam ka baad أصدح قضبة إن أنت تعرف مدوى أرنمها إثيوبيا هي الدمعة أبيه أحمد بلغة صوماليدا منا هو ديغان كصوماليدا هي قيلادا حتى كسويري صغياش منا هو صوماليدا صوماليا أفقت كرينس دمعة أبيه هو أديه وركيس ومهانتينا وانو والان او عالم كي وقت اللي يابن يحي سيدة كلية صوماليوني اولا يابن تاهي ما هي عالم كي او نبا قوار يرسل يعني ودن كان اتوبيا حالة دي سما تعيد كور هيني مجرته ماشي اوضح ميد المرايا اولاد انت او ابي جوغي دادك كل انت او ابي اللاي كمد من اتوبيا فدوبة دقال او ابي كهر اي صوت بشي او اي عالم كلاك بشي ودن او اوين اي لك بشي او كم دي اي دقال كي سنة سنة كي صوماليا يوتوبيا كدحي كي تاليانيقا فدوبة دقال او يوتوبيا انتي جفتا اي كشي دكا كدنت اي انت ابي او تشوغو دكا كدنت براسد دوحة لسو ساري انت ابي او تشوغو دكا كدنت اينا اي لبا جبارميا دقال كي تكريغا او كو قادي كليا بان مليون يا بفقلم مانت إثيوبيا ميالا مغالا وبحي سايد درهاد أفر بقول يا سيديتن إذن كن ميليتر يا إثيوبيا كمدا رجاكا دفاما إحنا عرض غلط وحانا أركيسا أبي يوها الجبه يوها إذن كي سينا الجبه دي إحنا عرضا قد قبانا يسوى الله ينسى ميلا والبكي دليس بان قرمدي بالله ينسى قبل الله دخار مبابا حكومب أبي ما أنت منشوا حكومة وأبس أبدا يديقان كالصومالي ذا يا صومالي القلبية يا صومالي البكتير السبب التبرتي سنو عاتهاي وهذا استيل كل من إياه وفروب تقلمين إياه وتصى يا عالم إنه سنجد قبن إذا مصابا بقى يا وحن تصى يا إذا مدي سينا مال والبقوصا بحي أو قائيا وقال لا بأس كديبت مالك دويتو السودان ما أنت يرتويد اللغة هذه dibadda isla dibay xaaladda Itoobiya horta meel bay maraysaa aalamkeena shirbi ku jiraan Itoobiya dhexdeeda ama yuhuudaha ahaadaan cid walba ta xidoon Itoobiya rajo ka qabta maanta waxay maraysaa warsadeen ku badbaadinaa oo shir loogu fadhiyaa sababta intaas oo sanad xalkeedana la gaadhi lahayd meesha noocaasa ee lagu kala tagay ee maanta cidna cid aysan aaminayn أحمر في أسن أرمى أقولين أرمى دي أسن أحمر أقولين تكريجي أسن كان أقولين عن فرتي يا صومالي دي دقال كده حيو أرمى دي يا صومالي دي دقال كده حيو دول دول كده وحالة تورد خصوصا أو كعسان تهيبات أرتي سأبي دمعيس أبي هدف بولي ها سو قوميات بكسو كلا وأرم قوميات دي سونا أدنين يا أو دول يبد وهبا
هسأها تي وكقلمتها يعني وحن وتصنع عنكم مقابو شخصيا إن مانت إثيوبيا أي صوماليا تغال كسو قادك absolutely 100% مقاب ملها أودس مانت إثيوبيا إن تغال كسو قاد أي صوماليا كقبصت أم كسو قاد بفرت تتلي يعني وايو دي جفتي يوفاتنا الله بحي اسكدوا الله صومالي هو اللي يقام إن أصبو أو صومالي أصبو دمعي أو وحي وسميني أن وغيني دمعي قاونا إيو أفك إنتو لسو إستاغي يجيشيس عالم أولي يهي صومالي بان قيب غادانيا ما أنت حدنا أو تسو عالم كإن صومالي أي بسو دولي سو حيرا من تسو بندي غادو وانسك ألمينا عدوبة أما غولي جنة لمجيش معناها والي دادك عالم كويلي يعني نيكن ما وحيابها اللي قولي يا بني هايو يعني نيكن هرتو والي يهي وحاق تسيس السجلة دمع كياني أو دمع عيدو حتى نوفكو عبالي يا السجلة صوير ري يا أبو ري وحنو دباتها هون يسكا سكا هدك دعي وأبي يوين السجلة دمع غاتلي السجلة صوماليا صور غاتلي أيضا صوماليا الله شعطر السجلة بد صوماليا دل صوماليا دل ديري يطبع حتى نوفكو عراتم يولي والي صوير ري يجبتي صوماليا صوير ريسا أنا أقول لك haddana uu ku hayo wallahi haddana idin sheego waa naxaysan Ethiopia maanta waxa isku dagaalaysaa waa xukun aniga qabsan aniga intan haysan iyo aniga halay badiyo aan madaxweyne noqdo ma intan soo wasiir halaysiyo intan aanu leeyahay weeyii waxa maanta Ethiopia ay qabiil qabiil intay ugu kala baxday isku leenaysaa وأبي اللي وقصه فرشيد وأحمارة دي دمت هايولي لاي أبي يو نبي حكومي كرتي هدانا نسان سمي تكري وليه نبي حكومي كرتي هدانا عني قصان إي سمي صلالي دو كنا لاكاس هورينا من لزماوي بأبو مي سناي كشي هورنا من قصة بأبو مي سناي أو وحبا آنا سينين حتى لو ما أقوان سنة إينا يهين إثيوبيا إني هند إثيوبيانا وما أفوصنا مسيب درنا هايس حتى سو نبدأ ويقولي صومالي دي أنا وحلا قيب سنة لهي النواد لقى شو كويس إثيوبيا حدان إثيوبيان ده أنا هاي ده أنا نما أقولي دينا أو إثيوبيان نوم أقولي دينا ورمحان نو أقوشهين بمالي سألوكين وأنا فرح حقيقة deegaanka Soomaalida iyo dhulka Soomaalida ee Itoobiya kamida Soomaalidu ay wax la qaybsan lahayn way ka go'een Itoobiyana haday maanta dhan ku qayliyaan Itoobiyaan baanahay lagama ogolo waxa lagu siin maayo xukunka ay haystaan nimkan Itoobiya jooga un baakeen kuma hadli karaan xuquuqdooda kama hadli karaan iyaga waa laga hadal siin karaayo hadal qasab baa la dhigay waxa rabta qodayaal iyo caaqil iyo aqoonyahan iyo cid kastoo joogtada inta la garaaco guri lala galo yaa la dhihi hadal oo sidan iyo sidan iyo sidan bin waa u ducaynayna ilaahay inuu ka saaro dhibaatada iyo rafaadka ay ku jiraan boqolkaas sano oo Itoobiya ku jiraan dhibka iyo rafaadka haysta waa uga ducaynayna inuu ilaahay ka saaro mara de hadalada ay ku hadlayaanna waa ognahay waxa ka keenay nin qol lagu xareystay oo la garaacay oo laga hadalsiinayo hukumeysi ku jira waxa uu ku hadlay naga boqon karnayn damacaas qariban ee abi waa mid ku salaysan isagu shaqsiyan mid uu abuuray maaha mid qoomiyadaha kasoo horjeeday ama tikreega ama xamaarada ee hadda dagaalamaya iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanka Itoobiyada ay la qabaan damacaan dabcan waa damac uu abiyii badii ay elatariya ka qaadatay markuu doonan waayey uu siiri soomaaliya
dadkaaga oromada xagga Soomaalida xige Soomaaliya dhul uga raadi hadiiba Itoobiya xataa ay kala go'do bal dadkaaga nun dhinac ha maraan oo waxaan ha helaan oo maanta intaad xukunka hayso uga faa'iide dal ku saleysan oo oromo horta ka dambeysa weey nin kasto oo taageeraya haddii aad aragto Itoobiya kamid ah waa oromo nin aan oromo ahayn ma taageersana in maanta Itoobiya Soomaaliya ay tabaqayso waayo ee horey bay badbaad in hooga qaato inaga xaqulaan in arintan marka ku qabsi ku qadibnaysid ka waa mid ninkan oromada iyo qoomiyadiisuba ay wataan waa arin sanadkii hore markii xafladda oromadu ay ku dhigayeen madaxweynaha oromada iyo abiyi axmed addis ababa markii xafladda oromada ku qabsanayeen madaxweynaha maamul goboleedka oromadu afkiisu ka yiri sanadka dambe dadweynta hindiya iyo badda casban xafladda oromada ku qabanayna asagana ma aha wax dhabaynayay waa abiyi sanadka markii hadalka ay dhaheen laba bilood ka bacdina abiyi baa ku dhawaaqay inuu soomaaliya badla inuu musabixin badla saaxad waa waxyaabaha ku tusaya in maanta oromo ay raadsanayso wada ay kaga baxday Itoobiya iyo dhul soomaaliyood ay qabsato ay hesho dowlad deegaanka soomaalida dhibaato weyn baa haysa mana qabo gudaha inay wax ka abuuran karaan sababo jira oo aan xal loo helin waayo Itoobiya asxaan iskuma samayso qasab baa la isku hayaa ninka ka leexda amarka ra-iisul wasaaraha ama amarka xisbigan bibina waa la dilaa ama waa la xidhi haddaay dadkaasi Itoobiya noqonayaan ama Itoobiya noqonayaan cabdiilay baa noqon lahaa Itoobiya haddii Itoobiya ruux noqonayo ninkii hore ee madaxweynaha ahaa ee 12 sano haystay ee isagoo Itoobiyaan baan ahay Itoobiyaan baan ahaydahay media soo istaagi jiray bay xidhay waxaa lagu xidhayna waxay ahayd haad oromo u leys laguma xidhi Soomaalidu uu leynayay oo garaacay haddii xidhuun Itoobiyaan noqonayso horta kaasa noqono Itoobiya dhammaan Soomaalida deegaanku hadday dhahdo war Itoobiya maxaa dadka rumaysanaysa oo ka qaadanaysa horta ma jirto Itoobiya dhexdeeda Itoobiyana waxba kama aho Itoobiyaannimo waxba kuguma kun laguma siini tusaale yar baan ku siinayaa dadka damiir la-aanta iyo dhibaatada haysato oo xataa ka hadli karin iska daa inay ayagu is abaabulaan ay wax sameeyaan oo ay ka hadlaan madax bannaani taa iyada warkeeda iska dhaaf xuquuqdoodii gaarka ahayd ee ahayd xildhibaanadii iyo wasiiradii ay ku lahaayeen heer federaal war Itoobiya xukuumaddeeda waxaa loo qaybsadaa qoomiyad qoomiyad oromo qayb bay leedahay axmaaro qayb bay leedahay qoomiyad kasta qayb bay leedahay soomaalidu qaybteedii waxaa qaata oromiya axmaaro iyagu oo taagan waxaana siiya waa xukuumadda dowladda federaalka Itoobiya siinaysa waa xuquuqdoodii dastuuriga ah ee dastuurka ugu qorra budgetkoodii baa la qaataa oo shidaalka la qaadanaya hadda waxay ku leeyihiin 5% maamulkoodii baa la qaataa iyo shaqaalahoodii ay lahaayeen oo axmaaro lagu soo qoray dadka xuquuqdoodii ay dastuuriga u lahaayeen ee dastuurka ugu qoran ka hadlila ee aan ruux uursan dhihi karin war aniga abiyo waaban ku soo raacay oo Itoobiyaan ahay baan leeyahay maxaad iisiin la-aday xuquuqda ula xataa ma dhihi karaan isdadaa madax bannaani iyo in la dagaalamo waaba waaba sheeko kalaba oo nin haysta wixii sii weyn ninku markuu waxaa meeday ku ogolyahay ayaad wax weydiin kartaa dadka noocaas ku jira weeye dadka marka meesha jooga anigu ma qabo in dad meeshaas ku dhex jira madaxweynaha iyo odayaasha wadadkiisa darraad waxay ku hadlayeen nin walba hadalkan uu ku hadlayo ka iskama hadlayo waa laga hadalsiinaya jidka uu ka necab yahay qof aan maanta jidka ka necabayn Itoobiya meesha jooga ma jiro laakiin waa la qasbaya ma haysto option kale uu maro hadduu hadli waayo waa la dili ama waa la xiri ma baxsan karo wadii hadduu soo baxsado waxba kama aha maanta dadka qaybaadiya banaanka uma noqo dowlad caawinayso maanta ka qabanaysaana ma jirto soomaaliya ugu dhoweyd wax caawiya soomaaliyana wataa maanta heerkay marayso adarkayso iyadiiba la damaacisan yahay waxay la tahay marka dadkaas ilaahay ha u gargaaro hana ka qabto gumaysiga xun laakiin maanta waxay haystaan chance ay ku fikiraan oo ay ku doodaan
او حتى شيرك ما انت ادي سواك سعوديه لو قيب سنه الدوله ما انت لو راضينيو ان لو ديسوس ايتوبيا لهد او عصب الدوله فرواي مقافين ما انت وحال يقليل يا او لو جرى هوشيد او ريكال بيتك يهود يعد ورب اسبوع امات سي ايتوبيا دب لو سعلنا سيدي لو هي لها حل قوميه احنا سلينه ور ما حاج كو هيسان بالليل ما اركن مر مقل حزبيه الصوماليه او كهليه وهذيب اللي نديري إن أنا ما أحب النار إيه فرن ما كهلا إتوبيا أنك بحنا هذيل اللي نديري وإتوبيا لا هي ما بحيسانة إتوبيا تيد دي إتوبيا من ما أقول لي أخوها إن خلاص شيء ولي حزب له ولا هو حقوق سو إتوبيا إتوبيا يسوع ما ذن دي ذنين أنك أطرحها حقوق دي قد كان عاتين يس أرمك منك أرمك وين أنا أقول الله من دهر منك أحرق وين الله من دهر أنت منك حزب كاملي ولي مارك وحيلت هاي Somalidi aan la haydba loo baahanyay ilaa soo kiciyo way soo kabanaysa ma haytoo biidora Somali u hanjabi lahayd waxaan qaba Somali barta ay ku taagantay ku taagnaato haddii sadciidankeeda difaac cirka badda wax walba mana qababii waxaan ku hanjabay inuu ku qaadi karo haddii Somali ay hagaagto deegaanka Soomaalida xal u heli kara haddii Soomaaliya ay laakin hagaag weeydo deegaanka Soomaalida ma sawbu gumaysan noqon kara bana aan sanahani arintan damaca ee badda ee abihi soo qaaday horta Ethiopia waa ku kala qaybsan tahay Ethiopia ka kala dhana lama qaban baarlamaanka hortiisana abihi lagu weydiiyey Ethiopia bad bay lahayd badii ay lahayd Eritrea qaadat oo ku xogtay xog kaga qaadat bal iska daayay Eritrea hadda ninkan hanjabeeyay Soomaaliya waa hanjabeeyay 800 km bay gudaha Ethiopia intii ku jirto weli abihi iyo Eritrea waa hanjabeeyay miyaad aragteen ciidan ugu hanjabeeyay أبي مركب برلماني سعاشة إيتوبيا دحتالي إيه عصب إيتوبيا لهاي إنتاد وغكي إنتاي بدك إنتاد قدي فرتقريسي صوماليا أد قدي فرتقريسي وحلسو إستاذي ما ورع عدوي وحيدا نبو تاسم عمالي هو إيتالا كم صوماليا نحطان هلوان قادنا يا إذنك حطان قد إذنك أنا بحق ودي دنتي سياسيين تو أرمضا يوم نمانك أقوانيا هكونا وحي أقيهين باجرون منكم أرمو وحي ربطا هورتو ود إنا ينقطو دلقار أو كما ذحبنا نيتوبيا أرمو هذي أي حلكة كتكت شربي هقالين لمن أضياش أرمضا سياسيين تو ده وأبي يجني كميديا ياشر وحي هقالين هذي أبي مالك أوتبو أي إتكالي لوريبت حكم كيتوبيا أما تكريها هذا ama oro ama ama ahmar la ha hada dagaalamayse in oromo ethiopia ka go'ayso oo dal madax banaan noqonayso inay dal madax banaan noqotana kaliya dhow furoodood bay u baahan tahay oo marka la isla meel dhigay oo ay ka mid tahay inay bad hesho inay hesho dhulka in ay wadan dirso dhul iyo badna waxay ku heli kartaa in ay Soomaaliya ama qabsato Soomaaliya deegaanka intay qabsato dhaafto amma Soomaaliya diyan ka dhulkeedo dhalan wareegto way ku heli kartaa oromada go'aankaas la qaatay marka dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed xeelad iyo xirfad iyo xoog mid uun ay ku helaan oromada go'aankaas ay qaateen inda fulinaysa oromada ma haye waa abii oo dawladda Ethiopia adeegsanay oo hoon weyn abii waxa ka go'an inuu qoomiyadiisa oromada wadan ka dhigo marka uu ka tago xil taasaa keentay in damaca Ethiopia ee badeedii hore intay kasoo wareegto xagga soo war sababta aqada oromada uma dhawin maariya tikree ma ka xiga xagga laakiin oromada qad kaliye u dhawda ay qabsan karto waqta Soomaalida oo xagga Soomaaliya soo xigta nin oromada kasay marka yaan raba in uu Soomaali mudhi karamaanta oromada Soomaaliya qabsan karta no marka wuxuu filgelaya ma waxay jabhaduhu la socdaan ma waxay cid kale la ogtahay ma waa wax oromo siyaasiyiintooda iyo ninkan oromkii wato wey damacan waxaanan aaminsanay 100% inuu sanad galay.